كنت من عندكم بخير وعلى خير. اليوم باغا ندير باغا نوجد كيكه الكاسكروت وباغا نشاركها معكم ان شاء الله. عندنا المقادير، عندنا كاس انبا ديال سنيده، كاس انبا ديال زيت الزيتون، كاين عندنا ثلاثه د البيضات، وعندنا ثلاثه د خمارات حمرين اللي كل وحده فيها 8 غرام، وعندنا كاكاو وحده فيها 7 غرام، وعندنا هنا خميره بيضاء فيها 7.5 غرام، وعندنا هنا دقيق على حسب الخارج. ربما ندوزو بناتنا البيضاء، نبداو نديرو هاد البيضاء. على بركة الله. غنديرو كاس ديال سنيدة، غنضربو مزيان وغادي نرجع ليكم ان شاء الله. البنات دابا غادي نزيدو ليهم سكر فانيلا، وغادي نزيدو الزيت، ونضربوهم مزيان. راه حنا من بعد ما ضربناهم غادي نزيدو الدقيق معلقة بمعلقة، هنا عندنا 7 المعالق، ونضربوهم نشوفو الى جاو على حسب الخليط النشان. غادي البنات جا الدقيق 7 ديال المعالق النشان، وغادي نزيدو الخمارات حمرين، نزيدو 3 د الخمارات حمرين، ومن فوق الخمارات الحمرين غادي نزيدو الكاكاو ان شاء الله. حنا دابا غادي نزيدو الكاكاو، وغادي نطربوهم مزيان ونرجع لكم ان شاء الله. البنات هانتوما كما كتشوفو لا الخليط خفيف، الحلوة خصها طلع لكم بحال هكا. دابا حنا غادي نديروها في الطاوة ونرجع لكم ان شاء الله. اول بنات درتو في الطاوة ان شاء الله، غادي نديرو دابا في الفران طيطيب ونرجع لكم ان شاء الله. كما كتشوفو معايا الحلوة كيفاش طلعت، طلعت رطبة وزوقتها بالشوكولاط كما كتشوفو تما كاين دانيت، زوقتها بجوج. كنتمنى البنات يعجبكم الفيديو وتجربو الحلوة ان شاء الله. ما تنساوش لايك وسبسكرايب والتعليق.